اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طبعا معايا اتنين من ضيوفنا الكبار في الكره المصريه، محللنا الكبار وكباتننا الكبار، كابتن مصطفى يونس نجم النادي الاهلي وكابتن مصر. ازيك كابتن مصطفى؟ اهلا بوبس، منور الدنيا حبيبي. انت اللي منور، جرافطايه الحمراء، منور جرافطايه الحمراء. ها الاهلي ده في الدم يا بيه. ايه الاهلي ده في الدم والله. اه طبعا هجيلك هجيلك هجيلي مستنيك كابتن مصر. كابتن مصر حدش عندك النهارده يا كابتن مصر؟ يعني اهلي وبيراميدز كتير قوي. آه الحمد كتير لله. يعني الواحد لازم كتير يبقى مبسوط طبعا، ويبقى طبعا برحب بالكابتن مصطفى حبيبي يا جبت. وكان في الغرفه قلع القميص بقى ايه، ابيض على احمر خط. احمر في زمالك خالص، في زمالك خالص، زمالك خالص. ما كان قلع القميص خايف تاثر عليه بعد كده والله. يعني واحده واحده بس معاك كتير، ممكن ياثر عليه بشكل كبير. كابتن مصطفى ده مين ده؟ ده انا اهلاوي اكتر من اللي بيشتغلوا في الاهلي واكتر من ماسكين النادي الاهلي. بس كابتن مصطفى ليه؟ ليه مش ماسكين النادي الاهلي؟ انا اهلاوي اكتر منهم. انت انا بحب النادي اكتر منه. طيب على طول بتنقد ليه النادي الاهلي؟ ما بنقد عشان عايزه يبقى الاحسن. اه هو لما تنقد الحاجه الوحشه، بالعكس انا شايف لما تسكت على الغلط تبقى انت مشارك فيها يا مهيب. لما بتقول في غلط يبقى انت راجل محب، واخد بالك؟ ايوه. لكن لما بتقول بتنتقد، بس انت على طول انتقادات انتقادات. لا لا بقول يعني مفيش نفس. لا 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 يا دوب بتاخد نفسك معايا في البرنامج. لا 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 على طول شغال. مره قال الاهلي، بص يا مهيب، مهيب مره مره. لا 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 بص، لما الاهلي بقى فوعكه، لما الاهلي بقى فوعكه انا ما بتفتحش بقي. لما يبقى الاهلي مزنوق والظروف مش يعني مش كويسه انا ما بتكلمش خالص. انا وزي ما قلت لك. طب انت شايف الاهلي مزنوق دلوقتي؟ ده مزنوقين مش مزنوق واحد. مزنوقين؟ مزنوقين. ليه؟ احنا من مشكله المشكله المشكله المشكله. احنا عايشين في مشاكل بس. واعتقد يعني الكورونا انقذت النادي الاهلي من خساره الدوري، لان احنا بالاسلوب ده لو حسبت الماتشات الاخرانيه احنا اقل من الزمالك. ازاي ده؟ كان قبل الكورونا الاهلي طالع الليفل. ما انا بقول لك، ما انا قلت لك ايه، الكورونا انقذتنا ان احنا كنا طالعين. لو مفيش كورونا كان الاهلي خلص من بدري. واللعيبه دي مشيت. ده هو الاهلي وقع بعد الكورونا. ايوه ما انا بقول لك بعد الكورونا. ايوه ما هو وقع بعد الكورونا بالظبط. ما الفتره اللي فاتت ديت احنا يعني اقل من، مش احنا، مش النادي الاهلي. لو حسبت الماتشات احنا نطلع تالت رابع. لكن احنا ابتدينا موسم كويس قوي. تمام. الراجل ابتدى هايل، ودايما اللي بيلم في الاول حتى سواء بطوله سواء هبوط. أيوة. هو ده اللي بيفرق. طيب لازم اخش سريعا موقف كهربا اللي حصل امبارح والاحداث اللي حصلت. من سيادتك عليه كهربا انا ما كنتش موافق من الاول، ما كنتش موافق على الاسلوب اللي جه بيه. ويمكن وانا بنتمي للنادي الاهلي، لكن قلت ما كنتش احب الاسلوب اللي جه بيه كهربا. في نقطه مهمه جدا يا مهيب في الكوره، لما اجي اجيب جمال عبد الحميد لازم اعرف السيره الذاتيه لجمال عبد الحميد، شخصيته، اخلاقياته، سلوكياته، التزامه، اصاباته عشان اقدر اقيم، اقول هدفع جمال عبد الحميد 10 قروش. لكن